احنا كنا على المرفأ نشتغل مراقبين على البواخر، على السفن اللي بتجي. السفن هي اجمالا سفن بضاعة، شحن وتفريغ كونتينرات. هلا نهار 4 آب كنا نازلين بعدنا الصبح، يعني كنا نازلين بعدنا اول ما نبلشين. كنا انا والشباب اللي كانوا معنا بالشغل. بلش نهار طبيعي جدا جدا عادي، يعني ما فيها اي شيء، لحتى تقريبا وصلت الساعة، بلشت بالحدود 5. على الساعة 5 نحن بنوقف، من 5:30 لل6، هاي ترم تبديل، بكون اللي عنده الاكيبات بتبدل الشوفرية، هيك شغلات. يعني وقتها كان في طيران بالجو، صوته مسموع قوي كتير. بعدنا ما خلصنا نحن السالفة، قطع الوقت هاي لحتى صارت لحظة الانفجار. بلحظة الانفجار سمعنا صوت قوي كتير، وبلشت الدخنة تقوى تقوى من صوب الإهراءات، يعني من صوب العنبر رقم 12. وقتها شو طلع؟ طلع انفجاران ورا بعضه. أول واحد طلع صوته خفيف، بعد ما طلع الخفيف ما في يعني أقل من دقيقة طلع الثاني، يعني صوت وقتها كان لحد هلأ ما بيروح من بالي. هذا صوت الإسعاف، كل شيء بعد لحظاتها هونيك، بعد هاي ما بتنراح ما بتنسى. وقت الانفجار الثاني هون، يعني لأول 5 دقائق ما عرفنا حالنا وين وشو صاير، لأنه بتذكر آخر مرة كنا عم نتهدى من ضغط الانفجار والهواء، تهدينا بحديدة والهواء يشدنا يقبعنا، ورحنا يومتها شي 5 دقائق ما نعوين على حالنا. بعد ما فقنا ومشينا ونزلنا، طلعنا على حالنا كلنا دام، ما نعرفين حالنا، يعني حتى الأوجاع أو الجروحات ما نبين نتيجة الشحدار اللي كان ينزل علينا. يعني إذا أنت مجروحة هون كلك دام، ديك ما عاد فيك تبيني مثلا تشوفي وين المجروحة أو وين الإصابة أو شو صاير معك، وهمك الوحيد شو إنك بس بدك تطلعي. نحن ضلينا مشيين، تمشي بين العالم، القتلى، الشهداء، الجرحى. نحن ضلينا شيء أكثر من 1.5 ساعة لحتى قدرنا طلعنا من المرفأ من جوا. ضغط الانفجار أزفنا، أكثر شيء إجت الظهر، يعني بظهر الضربة. يعني لحد هلا بعدني عم عاني من وجع ظاهر بشكل مش طبيعي، يعني ما في نهار الا ما بضلني اتوجع منه. ثاني شيء السمع، في يعني عندي الشمال ما بسمع فيها ابدا نتيجه ضغط الانفجار، وما عدا هيك عن الجروح الجسديه هاي، يعني بتصحى هاي ما عاد حدا حكي فيها اخر شيء، يعني الراس، الدين، الجراين، الظاهر، هاي كلها جروح من ورا الازاز. وانا الشغل مثلا ما عاد فينا نشتغل الشغل الاول اللي كنا عم نشتغله. شو الحال؟ شو البديل؟ بالنهاية بتعرفي أنت المجوز وعنده أولاد وعيال، مش مثل والله أعزب وقاعد بالبيت. من الناحية الجسدية ما عاد فيه، ومن الناحية المادية ما عاد فينا ننزل. ما بقول لك يعني حكينا ولا ما حكينا، هي ذات آخر شيء. حتى إذا سمع وصلتهم وسمعوها ما راح يأثر بيهم شيء.